طايرتي يخرب بيتكم شو قليل الذوق العمى بمدوا ايدن على الرزق كمان. شفتك ولك شفتك انت ابن ابو شهاب عرفتك ولك انا بفرجيك يا عمنطشي يخرب بيتك الله يعينك تقرب مرة ثانية على طر طايرتي العمى بقلبكن العمى مثل العفريت شاقين الارض وطالعين العمى يخرب بيتكن العمى يخرب بيته العمى تقولي عفريت وشاقق الارض وطيليه شفته هلق بروح لعند ام شهاب وبحكي معها عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايره وينهب الرزق بعد ولا يهمك تقهرني قلي وين مشوارك اليوم وين بدي اروح يعني مثل العادي عدير العصافير بدي احمل كم كيس سماد من هنيك وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول يعني بدك تتاخر لا بديش اتاخر يعني حسب التساهيل يلا بدك شيء لا ما بدي شيء سلامتك مهوني بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص ايه الله يرضى عليك جهزوا لي عده صيد كلياتها ايه وامسحوا الجفوت منيح ايه مشان غبره ماشي ولا يهمك الله معك رح تطول بالمزرعة؟ شغلت يومين ثلاثة مو أكتر ليش كل هالقد؟ يا صالحة هذا موسم صيد الحباري وبيجوز نعسكر يومين ثلاثة بالجرد العالي أي سيارة رح تاخد معك؟ رح أطلع بالبومة والشباب رح يطلعوا ورائي بالخمسمية وخمسة يعني الشبح رح تضل هون؟ اي نعم رح اترك لك اياها واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه هلا لو قعدت هون قدرت بالك على موسم الزيتون مو احسن لك من الطلعه لا مو احسن موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى بس الحباري والترغل ما بيستنوا رستم بيت كل شي جاهز رستم بيت والشباب وينهم منتظرين تحت اصبح زين حمي السيارات على بين ما اجي حاضر رستم بيت يلا تريد شيء قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مهوني وينك رستم؟ نبه على راتب يسوق على مهله حاكم أنا ما بتعجبني سواقته بنو تأمري أمر صالحة خانو الله معك الله يسلمك اجل معنا يا شباب وين طاح شهاد؟ زيل قل له خليه يرجع لورا عمرك رستم بيه ارجع لورا يا حباب طريق ما بيساع الا سيارة واحدة شي؟ وأنا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق لا تقول كركوبي إذا بتريد واحترم حيلك ها بعدين مفروض يعني انتو اللي ترجع مش أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخيين علي الربع فإذا رجعتوا انتو ربع الطريق
احسن ما ارجع عني ثلاث ارباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقف يوزاته؟ طول بالك يا ناظم، انا بتفاهم معه. شوف يا اخونا، رستم بيك بده يمرق، ورستم بيك ما تعود اطلاقا يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقوله سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيره مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي ان كنت راكب طرطيره ولا جحشي ولا سياره شبح، فانا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري. واذا كان الطريق مطوب باسم رستم بيك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا اخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله بديش ارجع. ما بدك ترجع؟ شوفوا شغلكم يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له زلمة كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثة على كم طيارة على رقبته بيوفوا بالغراض. ايه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمار. لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفته من أنه ضيعة هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، أكيد من ضيعة عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد إلا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ ولك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبدا. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتارو. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيتحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري يروح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمول على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموه؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا قال. حرك حرك هلا خلصني. يا معود خير يا ويلي يا ويلي، ولي على قامتي عليك يا ابو عواد، مين عمل فيك هيك؟ الله يرضى عليك يا معود، اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد، قل لي بس، يعني عامل حادث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله ما عملتش حديث. متخانق انت وحدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين اتخانقت؟
أنا ورستم بايك وجماعته. يا ويلي، أنتو رستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيواني لوحني تيسني مني. أما شو أكلت اللي قتلي يا أم عواد؟ حشكو لبك، شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكسر دياتهم ويفك رقابهم إلهي. لا تدعي هيك يا أم عواد، مشان الله لا تدعي هيك. ما بنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كيف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا أبو عواد. كل خوفي ما يشتي في قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فعلك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لأني هددتن بعد ما أكلت القتل. أنت هددتن؟ إيه هددتني. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتلة لحتى تعرف منه هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكرة بتعرفوا منه هذا ابو عواد خيال المارة، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمساكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقلن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد، هذا اللي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك. بس ما قلت لي يا ابو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي بنص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق ليا. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي الستر، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. ما بديش اتزهرم شي، مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخوات وقرايبين؟ اهل ضيعة عش الصلاة سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقة، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرفني؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين، معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، أنا وزعت لك الحراسة على كل أرجاء الفيلا تحسبا لأي طارئ. دير بالك ها، دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود جعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عازته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عش كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فورا وعن ناعم كمان. روح الله يرضى عليك شلحوا البارودة واصرفوا على قهوة سبب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منه، عمل مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. أوام. كلبنا قطاش مش عم ينبح اليوم، شو قصته؟ جوز يكون نايم يا أبو عواد. نايم هلق وقت النوم، قومي فيقي، قومي فيقي قوام. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلة، بينبحلوا شوي إذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى نأخذ احتياطاتنا. تكرم طلع شق علي. شو طعمتي اليوم؟ عندي شوية برغل خيمين وطلع ريحتهن تحت، يعني الحشت له يهن. الله يصلحك ويهديكي يا أم عواد، يعني ما لقيتي له احسن من هالاكله؟ وشو بدي طعميه؟ لوز وسكر يعني؟ كنتي طعميه لحم، يعني المفروض فيكي بهيك حيله تذبحي له الديك. الديك الاحمر؟ يعني الكلب ياكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل؟ هذا اللي كان ناقص. معليش يا ام عواد معليش، يلي بده يشعر بالامن بده يضحي،
لأنه هذا الكلب إذا ما طعمناه وحشيناه ودللناه ما بيعود يدير باله علينا وبيصير يطنش بيقضيها نوم. الله يمضي هالليلة على خير. آخ أمين يا ربي أمين أمين يا أرحم الراحمين. قالوا نعم نعم أهلين صالحة أهلين. إيه لا أنا ناوي أرجع بكرة. شو رستم؟ مو على أساس تعود شي 3-4 أيام؟ بلا هيك كنت ناوي، بس يبدو أنه ما في موسم صيد منيح هالسنة. شو عرفت؟ لسه اليوم وصلت هيك قالوا لي. رستم لا ترد على حدا، اطلع على عش الزلائط وجرب حظك هنيك. بعش الزلائط؟ لا بس بخاف يصطادوني هنيك يقرصوني. بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة. اي مثل ما بدك. امتى قلت لي رح ترجع؟ بكرة صبح، يعني ماشي من جهة الضو. اوف ليش مبكر كل هالقد؟ مشان اكسب نهاري من اوله، لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون؟ شو قلت؟ قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهالعلك الفاضي؟ ايوه انزل دير بالك على موسم الزيتون احسن لك. مو انا اللي قلت لك هيك؟ معك حق، والله معك حق يا صالحة، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. بس شو عادي يفيد الندم هلا؟ خير رستو؟ في شي؟ لا لا شو 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 بده يكون فيه يعني؟ طيب شو عم تساوي هلا؟ عم العب ورق انا والشباب. الله وكيلك حاططهم حوالين هالمزرعة، حواليه يعني، ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب. ايه الله يبسطك يا رب. اما شو مبسوط بسط بسط يفوق الوصف. لك اهم اهلي صالحة، تصبح على خير. عندك وقف عندك عندك يلعب عندك عندك يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله. شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص؟ اتنحنح يا اخي صعول. خلصت الدورية؟ ايه معلم خلصت. كيف الوضع على الأسوار الأمامية؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يمضي هالليلة على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعديد وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت عليها الشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الواحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة. لا أكل يلي معي شقفة طرطيرة بثلاث دواليب، وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش مع كثير. بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب الله يستر. يا بيك يا بيك شو هجموا؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون. يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا قاعد.
اللي يا بيك بتحب تفطر هون ولا برا بجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا. خليهم يجهزوا لي عروسه لبنه وخيارتين، وجهز لي حالك انت ويا هون مشان نرجع. حاضر يا بيك. بسرعه الله يرضى عليك. ابو عواد يا ابو عواد يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسة لبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب. ماشي بنور الله. ماشي بنور الله. ماشي أنا ماشي. ماشي بنور الله. رستم بيك لعينيك. رستم بيك لعينيك. نحن رجالك حواليك. نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك. هيك وهيك وهيك وهيك. للبيعادي رستم بيك. للبيعادي رستم بيك. رستم بيك رستم بيك. رستم بيك رستم بيك. نحن رجالك حواليك. نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك. هيك وهيك وهيك وهيك. للبيعادي رستم بيك. للبيعادي رستم بيك. أعزائي المشاهدين في كل مكان، نحييكم أجمل تحية عبر برنامجكم المفضل خفيف على المعدة. في حلقة هذا اليوم، ونظراً لإلحاحكم الشديد وحباً منا ورغبة بتلبية طلباتكم، استضفنا صاحب النفس الذكي وفاتح الشهية واللقمة الهنية الشيف لطفي. أهلا وسهلا فيك شيف لطفي. أهلا وسهلا فيك أخي الزكية. شكرا لاستضافتنا في بيتك. الله يخليك يا رب. والحقيقة أنا ما بقدر أوصف سعادتي كل ما بيتجدد لقائي مع الأخوة المشاهدين من خلال هالبرنامج اللطيف هاد. ممكن شيف لطفي تحدث المشاهدين عن كتابك الجديد اللي نزل على الأسواق؟ الحقيقة من يومين نزلت على الأسواق الطبعة 40 من الجزء التاسع من كتابي أسرار وخفايا الطبخ، وحرصاً مني على أن يكون الكتاب بمتناول الجميع، بمتناول الأخوة المشاهدين، نزلت سعره من $100 $50. الحقيقة هي أريحية واضحة من حضرتك. ومو بس هيك أنسة زكية، عم نوزع كمان ملحق مجاني مع كل نسخة. وعن شو بيحكي هذا الملحق؟ بهالملحق أنسة زكية في أهم الأكلات اللي كانت شائعة ببلاد ما بين النهرين أيام الحضارة السومرية، بالإضافة لبعض المقبلات الآشورية والكلدانية والسلطات يلي كانت تتواجد على موائد الآراميين والفينيقيين. الله، واضح إنه شيء لذيذ كتير. يعني مثلا بإمكان الأخوة المشاهدين هلأ يحضروا أي أكلة سومرية بتخطر على بالهم، مو مشكلة. يا سلام. اسمح لي شيف لطفي إني هنيك باسمي واسم كل المشاهدين واسم المحطة
بجائزة الطنجرة الذهبية اللي حصلت عليها بمهرجان كان للطبخ والنفخ. شكرا كتير يا ستي. هو الحقيقة هي مو أول مرة بحصل فيها خلال مسيرتي المطابخية على جائزة، لا، لأنه سبق كما هو معلوم للجميع طبعا، سبق آنسة زكية، سبق أني حصلت على الصحن الفضي من وراء تحضيري لأكلة الشيخ المخشي بمهرجان من كل قطر طبخة، والكفكير الألماسي من المعرض العالمي. طعميني ولا تلاقيني. وشو الأكلة اللي فازت وقتها؟ وقتها على ما أذكر فازوا أكلتين، يمكن الهيلطية وست زبقي. يا سلام، الحقيقة أنت بترفع الراس شيف لطفي. ممكن تحكينا كيف كان شعورك وقت استلمت الطنجرة الذهبية؟ هو بصراحة كان شعوري لا يوصف، خاصة وإني كنت هيك يعني مرتبك كتير بالبداية لما وقفت قدام أكبر طهات وطباخين العالم. يعني آنسة زكية مو قليلة أبداً إني وقف نداً لند قدام الطباخ الطلياني روسيني، ورأساً برأس قدام النفاخ الدولي ماكارينا. بس طبعاً يعني والواحد يحكي صراحة بفضل إرادتي الصلبة وإيماني بالقضية وتمسكي بوطني قدرت انزع الطنجرة الذهبية وارفع راس وطني بالعالي. واسمحي لي بكل تواضع اني اهدي هالانتصار الرائع لكل الشعوب العربية، ومبروك علينا الطنجرة. البركة فيك شيف لطفي، نحن فخورين جدا. اجانا الفاكس. الحقيقة في عنا فاكس من امريكا من المشاهد محمود كريشات، بيقول فيه: إلى المذيعة الأمورة زكية، شكرا، مقدمة برنامج خفيف على المعدة، أحب أن أقدم لك أحر التحيات، وأنا بدوري كمان بقدم لكم أحر التحيات. وإلى صاحب الأنامل الذهبية الذي يعزف على أوتار المعدة الشيف لطفي، كل احترام وتقدير لما يتحفنا به من فنه الرائع. الحقيقة شكرا كتير للمشاهد الكريم على هذا الفاكس الرائع. تحياتي لك أخ كريشات ولكل الجالية العربية بأمريكا، وبحب أقول لهم الشيف لطفي دائما معهم، ويقطعني يقطعني ربي إذا بقطعهم. يمكن في اتصال معنا خارجي. ألو ألو، مساء الخير مدام زكية. أهلين عيوني، أهلين، مين عم بيحكي معنا؟ معك أم أحمد. أهلين أم أحمد، أهلين توبشيني، منين عم تحكينا؟ من المطبخ، من أبو ظبي. والحقيقة أنا مالي مصدقة إنه الخط علق معي. ممكن أحكي مع الشيف لطفي؟ إيه تكرم عيونك، تفضلي تقبشيني، الشيف لطفي معك. يسعد مساك شيف لطفي. بالله ممكن توطي صوت الببور شوي، صوت الغاز، صوت التلفزيون شوي. عظيم جدا، هيك منيح. أهلا وسهلا مدام، كيفك يا ترى؟ كيف الأكل عندكم؟ بخير، وأنا كتير مبسوطة لأني عم أحكي معك. والحقيقة إنك بطل ورفعت راسنا وراس كل العرب بحرفيتك العالية بالطبخ. تسلمي لي يا رب، تسلمي، والله يقدرني هيك إني أقدم الطعام لكل فم. ممكن أسألك سؤال؟ إيه تفضلي ولو. بحلقتك الماضية ما لحقت تابع الطبخة من أولها، ولما فتحت التلفزيون كنت أنت مبلش بالقلي، بقى شو اسمها الطبخة؟ يمكن كانت الأكلة اسمها عجة مسمسمة. بالضبط، هيك قالوا لي جيراني، فياريت تعدلي المقادي. تكرم عينك، إن شاء الله هلأ بآخر البرنامج بنقلك المقادير. يمكن معنا اتصال من كندا. ألو ألو، تفضلوا، خفيف على المعدة معكم. ألو مساء الخير. أهلين مساء النور، مين عم بيحكي معنا؟ أنا سعيد، محكي معك من كندا. أهلين عيوني، تفضلي. الحقيقة فهنا مشكلة عندي، وبدي الشيف لطفي يساعدني على حلها. ولا يهمك تقبشيني، هاي الشيف لطفي معك، هو بيعطيك الحل، تفضلي يا قلبي. تفضلي مدام، عم بسمعك أنا. أنا صار لي متجوزي 4 سنين ولحد هلق طبخي قام يعجب جوزي، ويكون بالمعلوم إنه كل الأكلات اللي عم حضر له إياها من كتاب أسرار وخفايا الطبخ اللي كاتبه أنت، فياريت تساعدني وتحلي لي مشكلتي قبل ما توصل للطلاق بيناتنا، الله يخلي. معك حق يا مدام، والحقيقة
هو أنا أنقذت 3 أسر من الطلاق بأستراليا. بس يا ترى أنت عم تتقيدي بالمقادير المسجلة بالكتاب؟ إيه بالله العظيم عم تقيد فيها بالحرف. عجيبة، ورغم هالشي ما عم يعجبه طبخي؟ أبداً، عم يعجبه بنوب. أصبح العطل مو منك ولا من كتابي، العطل من جوزك، ولازمه عملية بالحليمات الذوقية تبع لسانه. معلش يا مدام، خدي له دكتور فم وإذنه حنجرة وهو بيتصرف. يبدو أنه في معنى اتصال تاني. ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين عم بيحكينا؟ أنا نوري هاضمينو من عربين. أهلين أخ هاضمينو. الحقيقة أنتم مشكورين كتير على هالبرنامج الحلو، بس نحن في إلنا هيك ملاحظة صغيرة عليه إذا ممكن يعني. ولو، تفضل، نحن قلبنا مفتوح للكل. تفضل أخ هاضمينو. دخيل قلبك شو حنوني، نحن من أصحاب الدخل المحدود وما عم نقدر نعمل أي طبخة من طبخات الشيف لطفي لأنه مكلفة كتير، فياريت يعني يتكرم علينا الشيف لطفي بكل حلقة بشي أكلة خفيفة نظيفة ومو مكلفة كتير وخفيفة على المعدة. كلامك مزبوط أخي الكريم، تكرم عينك. وأنا بهالحلقة رح حضر لكم أكلة مخصصة لأصحاب الدخل المفقود، قصدي الدخل المحدود. طيب ممكن نعرف شو هي؟ حاكم نحن العربينية درسنا طيب وما في شيء بيتمنا مر. يا سيدي رح حضر لكم أكلة ديك حبش برياني بالكاري. شيف لطفي، ممكن هلأ تورجينا طريقة تحضير ديك الحبش للأخ هاضمينو وللأخوة المشاهدين كمان؟ قبل كل شيء منجيب ديك حبش، ديك رومي على قولة المصريين، ومنقطعه 5 قطع متناسبة، ومنجيب 5 فصوص توم. وانتبهوا منيح، لازم يكون كل فص قد أخوه، مو مشان شيء، مشان الطعمة. ومنحط فوق منه ملعقة كبيرة كمون حب وملعقة صغيرة كمون مطحون، ومنجيب 3 حبات بطاطا مهروسين هرس، وفوق منه رشة فلفل هندي حار، ومعهم 4 ورقات غار. منين نجيبوا هذا ورق الغار؟ من الجبل الأخضر، مو بعيد، لحشة حجر، عضة كوساي. ومنجيب 2 كيلو رز من كراتشي، رز خصوصي للمندي والكبسة هذا، وربع معلقة صغيرة من صبغة البرياني، وكم عرق كزبرة أخضر، ونص كوب ماء ورد، و5 عيدان قرفة درداس، و6 حبات كبش قرنفل، وملعقة صغيرة من مسحوق الكاري، وملعقة كبيرة بهارات مشكلة من طهران. بعدين منجيب بشان الزينة 3 ملاعق لوز مقلي، وملعقتين زبيب اشلميش اشقر. وهلا اذا بتريدوا سجلوا عندكم مقادير شربتي البرياني، سجلوا عندكم اذا بتريدوا. عم تسمعوني؟ عم تسمعني اخي الكريم؟ الو عربين؟ عربين؟ طيب شيف لطفي، يعني في حال اصحاب الدخل المحدود يعني ما عجبتهم هالطبخه، ممكن نعمل لهم طبخه تانية؟ اي معك حق، لانه الاخ العربيني يمكن ما عجبته الاكله، ومشان هيك يا سكر بوشنا يا انقطع الخط، ما بحطه بالذمه، مو مشكله. هلا رح اعمل للمشاهدين اكله صينيه بياكلوا اصابيعهم وراها. شو اسمها؟ اسمها يخنه الملفوف بالسكر والقطر. بس قبل كل شيء رح باشر بإعداد صحن المقبلات. منجيب انخاعات ببغاء أفريقي ريشه ملون وشوية لسانات نحل ونص وقية فخاد جراد صحراوي ونص كيلو زنود ضفادع نهرية. تفضل. لسه مدياتي إيديك. إيه ما قلتي لي عجبتك حلقة مبارح؟ ماشي حالها، مو حاكي شي. مو حاكي شي؟
لك ليش هيك؟ ليش هيك؟ مكترة زبدة للبيض. والله 30 جرام مثل العادة. أصبح البيضات صغار. أنا كم مرة نبهتك وفهمتك، إذا كرتونة البيض بيطلع وزنها أقل من كيلين لا تشتريها، مانا مضطرين. طيب ما تنزل أنت على السوق تشتري أغراض البيت وتريحني من هالقصة؟ ولكن المشكلة إني نجم معروف كتير ووجه اجتماعي مرموق ومشهور، وإذا نزلت على السوق ما بعود بخلص من الناس يلي ممكن يلتموا حواليي. فهمتي بقى ليش ما بحب نزلة السوق؟ ألو نعم. ألو. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. أهلين مدام قادري. إيه عرفتك. لا ولو. لا 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 ما في إزعاج أبدا. تسلمي لي. بخصوص شو؟ نعم. لا لا أوحك أوحي أوحي. البصل لازم يكون ترانشات ترانشات. إيه أديش الكمية عندك؟ أصبح معناها بدك بصلتين فحلين يعني بحدود 200 جرام. إيه والتحمير عادي نفس سوية. إيه ما بجوز يكون واحد أحمر من واحد. جناح الدبور يعني. وحرارة الفرن يا ستي لازم تكون 180 درجة فهرنهايت والوقت 14 دقيقة. لا 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 أوعك. ها ما بدك كمون منوب. شوية فلفل أبيض ورشة كزبرة يابسة بيمشي الحال. ايه طبعا 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 النفس تبعك هذا شيء تاني. ايه حطي نفسك على الأكل بتطلع بطفة تمام. ايه أهلين وسهلين. لا 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 ما في إزعاج. أهلي مدام قادري. الله معك يا ستي. مع السلامة. الله معك. الله معك. مع السلامة. شو من الصبح بلشت الاستشارات؟ شو بدي أعمل؟ لازم نساير الناس لأن بتعرفي إذا ما قالوا نعم نعم نعم. الشيف لطفي عم يحكي. أهلين أهلين وسهلين مدام روحانا. من بيروت عم تحكي؟ يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. أيوة مدام. أيوة مدام عم بسمعك. نعم نعم نعم. فهمت عليك تماما. فهمت عليك تماما. شوفي يا مدام كمشة الكوسيي بدها معلمية. إيه لكن ما بتنكمش كيف من كان. إيه طبعا مو مين ما كان بيقدر يكمش كوسة. بدك تكمشيها بلا معنى من دنبة. طبعا طبعا من قاعدتها يعني. بالضبط. شوفي مدى شو المشكلة اللي عندي. هلا فهمت عليكي. شوفي النحات كيف بيتعامل مع المنحوتي نفس الشيء تماما بتعمليه مع الكوسيه. ويفضل يكون الحفر باتجاه عقارب الساعه. وسمكه الكوسيه لازم تكون وحده بكل الاتجاهات. اي طبعا مدام روحانه. واوعيك اوعيك تنفخت معك الكوسيه بتزرزب الحشوه. نعم نعم. لا والله يا مدام روحانة أنا بفضل المحفارة العادية يلي كانت تستعملها ستي وستيك. أبدناش محفارة الكهرباء. ما إلها ضرورة. أوكي مدام بالهنا والشفا إن شاء الله. نعم مدام أنا معك. أمشان لب الكوسة؟ إيه طبعا بإمكانك تعملين توامي. وإذا عندك الجزء الأخير من كتابي لبي على الصفحة 117 بتلاقيها. تقبشي عظامي. اوكي مدام. اوكي مدام روحانا. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. ولاية ان شاء الله. كل هالحكي مشان حفر الكوسة. اي والله لو عم تحفر بير بترول ما بتحكي كل القد. ما بدي ليش عم تحكيها بلهجتها. معلش انا. معلش يا حبيبتي. هدول جمهوري. ومعجبيني ومعجباتي. يعني لازم جاملهم. ما بقدر اتناشف بوشهم يا هنا. جمهورك. والله استحى ناظم الماهر يحكي هالحكي. ناظم الماهر؟ ولك يكون بعلمك يا مدام انه الي معجبين ومعجبات قد ناظم الماهر على مرتين ثلاثه اذا مو اكثر. شي لك الشيف لطفي انا مو ضحك لعبه. ليش كل هالقد مستهونه فيني ما بعرف. فعلا ازهد الناس بالرجل اهله وزوه. يا سيدي انعم واكرم. قلي هلا امري لساتك بدك تعشيني برات البيت؟ ايه ليش لا. طيب
لأقوم لك أروح عند الحلاق وساوي شعري. ما في مانع. ألو ألو، أهلا وسهلا. وعليكم السلام والإكرام. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين شيخ زنقي. أمور يا سيدنا. نعم نعم، معك حق، والله معك حق. يا سيدي اشتري كتابي من الأسواق وافتح على الصفحة 217 بتلاقي مطلوبك. أهلا وسهلا بكم شيخ زنقي، وعليكم مثل ما ذكرتم. الله معك شيخ زنقي، مع السلامة. الله معك. ومين هذا الشيخ زنقي كمان؟ يا ستي هذا رئيس جمعية مشايخ حارة باب الرمان. أيوة، شو بده؟ قال معشر المشايخ بحارتهم روح قلبن الرز بحليب والألماسية، وما عم يعرفوا يطبخوه على أصوله، عم يفرطوا الحليب معهم والرز عم يرزرز ويعلوك. هلأ وصلت مواصيلك للمشايخ كمان؟ دخيلك انت وياهم. شيف لطفي. الشاب سامح مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح. تحب المغربية؟ طبعا طبعا. اتفضل على مطعمي انت واربع اشخاص تقدمي سيفونير. شكرا. يا على عيني وراسي. ما معك قلم؟ لا. راح اوقع لك بقلمي الاخضر. الاسم؟ مايا. مايا الآنسة. مايا، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح، يبعث لك عريس يا ربي. تحبي البيتزا؟ أنت وشخصين. تفضل على المطعم تبعنا. إلي إلي صحيح. شو الاسم؟ ريم. ريم الآنسة. ريم أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين وسهلين. أم صف أنت؟ حادي عشر. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين وسهلين. الله معي. لا لا. تفضلي حبيبتي تفضلي. عفوا صاحب المعالي، بتحبوا تشربوا شيء؟ نعم جامايكا بدون كحول اذا سمحت. على عيني استاذ. عفوا بالنسبه للعشاء بتحبوا نذكر المقبله؟ بعد شوي. على عيني. اهلا اهلا سلمى. سلمى مرحبا شيف لطفي. اهلا وسهلا مرحبا. توقع لي هون؟ ايه على عيني وراسي. اهلا وسهلا. اسم الكريم؟ روعة 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 لفافات. أهلا وسهلا مرحبا. وأنا كمان لو سمحت. الاسم؟ رانيا. رانيا، حلو اسم رانيا، إله رنين موسيقي. والأختي كمان. إيه على عيني وراسي. شو اسمها؟ رهف. رهف الكربوجي. قديش عمرها؟ 25. 25؟ لا هيك المخاف تكون متجوزة كمان ومن علاقة معجوزة. أهلا وسهلا مرحبا. أهلين. شكرا. ميت مرحبا. أنا كمان. إيه على عيني وراسي. الآنسة كمان. ممكن أصور معك شيف لطفي؟ إيه على عيني وراسي. ممكن مدام؟ ممكن. شو ما فيها فلاش؟ معلش نورنا كافي. تفضلي. أهلا وسهلا. شايف قديش الناس بتحبوا للشيف لطفي؟ هدول بيحبوه من خلال معدتهم مو من خلال عقلهم. دخيلك انت على هالجواب. ليش شو استفدنا دخلك من الناس اللي بيحبوك بعقلهم؟ لوين رايحة؟ لسه هلأ قعدنا. بدي اخذ توقيع الشيف لطفي بس ما معي ورقة. هاي منيحة. شو بتحبي نطلب حبيبتي؟
في شاتوبريان، في سكالو، في أسيت أنكليف. لطفي أنا جاي على بالي زيت وزعتر، حواضر. مال قلبك من طبخي مو هيك. على عيني، بس بدنا نصير مضحكة هيك. يعطيك العافية شيف لطفي. الله يعافيكي، أهلا وسهلا مرحبا. أنا مدام صباحة روز الورد. أهلا أهلا وسهلا، أهلا مدام صباحة، يا ميت مرحبا. أهلين وسهلين. مدام صباحة روز الورد، زوجة صاحب المعالي. أهلين مدام. تحياتي يا سيدي، تحياتي، يا أهلا وسهلا. هذا صاحب المعالي يعني. لو سمحت، ممكن توقع لي على المهرب؟ إيه، على عيوني وراسي. شكرا. الاسم الكريم؟ مدام صباحة، صح؟ مدام صباحة. مع تمنياتي لك بالسعادة ولزوجك بدوام المنصب. حط الأغراض هون، الله يعطيك العافية. الزمديات، يا أهلا وسهلا بالمعروف. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. جبت كل الأغراض؟ إيه نعم يا ستي جبتهم، بس بعد شو؟ بعد ما هلكت هلكان. أوف، ليش لحتى تهلك حالك بقى؟ ليش يعني؟ من كثر المعجبين والمعجبات. هي اللي بدها تسألني عن شوربة الفطر، وهذا يلي بده يتصور معي، وهي بدها تحكي لي عن طبخاتها، وهذا بده يعلم ابنه المصلحة. الله وكيلك، متت ألف موتة لحتى قدرت أطلع من السوق. معلش حبيبي، الله يعطيك العافية، بس هيك غرض الرجال غير شكل. صحيح، بس قلت رجال تخدمنا يعني؟ الله يرضى عليك يا أنا، بكرة أنت انزلي بنفسك على السوق وتسوقي، أنا ما راح أنزل. أنا بنزل بس بشرط، شو ما بجيبي بيعجبك، ما بتقلي طويلة وقصيرة؟ أنت تقيدي بالتعليمات والمواصفات القياسية وأكيد راح يعجبني مسواقك. وحتى ترتاحي خدي معك أجهزة القياس الدقيقة تبع الخضار والفواكه يلي بمكتبي، لأنه أكره شي علي يا هناء أنه تكون الخضرة متفاوتة المقاسات. حاضر، قلي لشوف شو في عندك اليوم المساء؟ اليوم المساء؟ ليش عم تسألي هالسؤال؟ شو ليش؟ ما بدنا نروح نبارك لأختي ببيتها الجديد؟ اليوم ما بقدر. شو نسيتي أنه عندي حفل توقيع صدور كتابي الجديد بالمركز الثقافي يا هناء؟ الله يخليك، ما بتأجل لبكرة؟ ليك والتاني شلون عم تحكي؟ شلون يعني بده يتأجل وأنا داعي معظم الفعاليات الثقافية والاقتصادية بالبلد؟ معلش حبيبي، ماشي الحال، منأجل على غير يوم. ماشي الحال، حدا اتصل فيني اليوم؟ اليوم ايه، اتصل فيك صحفي من مجلة الطريق إلى المعدة وقال بده يعمل معك لقاء. ايه وشو قلتي له؟ اعتذرت منه، قلت له جوزي موقف كل اللقاءات الصحفية من وقت ما نشرته عنه أنه متجوز عارضة الأزياء العالمية سونيا لارسو. منيح، منيح كتير. غيره حدا اتصل؟ اتصلوا فيك من مكتب مدير الهيئات وقال الوفد الكازاخستاني اللي كان جاي على البلد أجل زيارته. أستي أحسن، لأنه الكازاخستانيين منونين كتير على الأكل. الوفد الماضي عملنا لهم 20 أكلة وبالآخر ما طلعوا مسرورين. المهم اتصلوا فيك من مكتب الخيلات للدعاية والإعلان. أحلقي لهم ولا تعطيهم وش منوب. قال شو بدهم ياني مشان دعاية بهارات؟ تصوري بهارات وفلافل، وما دفعوا أكثر من 200,000. هذا اللي كان ناقصني والله، اشتغل ببلاش على آخرة العمر. غيره حتى اتصال؟ اتصلوا فيك من الاتحاد الرياضي. اتحاد الرياضي؟ وشو بدهم مني بالاتحاد الرياضي؟ ما بعرف، تركوا لك رقم تليفون، قال بس تجي احكي معهم ضروري ضروري. طيب جيبي لي الرقم اللي رضى عليك لاتصل فيهم. يلا. تفضل. السلام عليكم. اهلا 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 بالشيف لطفي، اهلا وسهلا. اهلا خطوه عزيزي. اهلا خليك، الله يسلمك. يا اهلا. شكرا يا سيدي. الحقيقه نحن عم نرفع راسنا فيك كثير، وخصوصا بالمحافل العربيه والدوليه. الله يخليك ويديمك ويديم مجدك. شو بتحبوا تشربوا؟ والله مرقة مخلل لو سمحت. فول نابي. الحقيقة صعب شوي بس تكرم عينك. فنجانين. فنجانين قهوة. يلا بسرعة. الحقيقة لما اتصلوا فيني استغربت شوي هالاتصال، وصار عندي فضول شديد حتى أعرف الموضوع اللي بدكم ياني مشانه. معك حق تستغرب، وحتى اشبع لك فضولك رح فوت بالموضوع دغري. تفضل تفضل فوت بالموضوع. من شهرين زمان اشتركنا بدورة كوالالمبور لكرة القدم،
وكان متوقع لفريقنا أنه ياخد أحد المراكز الثلاثة، لأنه وفرنا له كل الظروف المناسبة والضرورية: مدرب أجنبي، معسكر خارجي، مباريات استعدادية قوية. بس للأسف خاب أملنا هنيك وخسرنا 3 مباريات وتعادلنا بالرابعة. صحيح سمعت بهالشي وزعلت كتير، صدقني انقهرت من جوات قلبي، بس أكيد ما عرفت شو هو السبب الحقيقي، ما هيك؟ يا سيدي أكيد عاندكم الحظ أو تآمروا الحكام ضدكم مثل العادة. برافو عليك صار هيك شيء، بس مو هذا السبب الحقيقي. لكن شو السبب يا ترى؟ السبب الحقيقي كان الطبخ. الطبخ؟ نعم، لأنه فريقنا بكوالالمبور ما قدر يتأقلم مع الأكل تبعهم، فأصيب الفريق بكامله بإسهال شديد وتلبك معدي، وهذا من عكس مردوده على أدائه. معن حق، لأنه الكوالالمبوريين بكتروا البهارات بالأكل بطريقة غير معقولة، ومنشان هيك قررنا أنه لما بدنا نشترك بأي مباراة خارجية ناخد طباخنا معنا. بس أنا قبل ما تحكي يا شيف لطفي، نحن منعرف أنه ارتباطاتك كتيرة وقتك ما بيسمح، بس القيادة الرياضية مصرة عليك أنت بالذات مشان تطلع مع الفريق على دورة جزر المالديف. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إمتى الدورة؟ سفر بعد أسبوع، وفريقنا جاهز حتى يأكل الأخضر واليابس وينتزع بطولة الدورة مهما كلف الأمر، ونحن من جهتنا هيئنا له كل الظروف المواتية: مدرب أجنبي، معسكر خارجي، معسكر داخلي، واستدعينا كل اللاعبين المحترفين من برا، وتعاقدنا مع طبيب تغذية ومدلك، وما ضل غير الطباخ. ومثل ما قلت لك الكل بده ياك انت، ومصر على اصطحابك انت. ما اختلفنا استاذ، بس انا عندي تسجيل حلقات بالتلفزيون وبرنامجي يومي. يا شيف لطفي، نحن اذا ربحنا بهالدورة منكون حققنا انتصار كبير لهالبلد، وانت بتكون واحد من صانعي هذا الانتصار، وما بظن انه في واحد مثلك ما بيلبي هالنداء المقدس. الوطن عم يناديك يا لطفي، فلبي النداء. طيب ماشي الحال، ولا يهمك استاذ، يعني طالما الموضوع في له ابعاد وطنيه انا ما بقدر اتاخر ابدا. انا يا استاذ اكلي طبخي معالقي شوكي كبجاياتي وخبرتي كلها فداء للوطن من المحيط للخليج. اذا اتفقنا. اتفقنا يا سيدي، اتفقنا. دخلك فيها مصاري هالسفرة؟ إيه طبعاً، لكان ببلاش، في مهمة خارجية وإذن سفر وتعويضات، الشغلة محرزة يعني. يعني بالمشرمحي دفعوا لي أكثر ما كنت بتصور. إيه منيح حبيبي، طمنتني. ألو يا أحمد، ابعت سيارة مرسيدس توصل الشيف لطفي على المطار فوراً. والله يا أمي ما بعرف إذا جاي اليوم، هلأ بالحساب صار له يعني 8 أيام غايب، بيجوز احتمال يجي اليوم هو. انتي على كل حال اجا اليوم ولا ما اجا تعالي نامي عنا. ماشي، عم بستناكي. ها لا تطولي، الله معك، مع السلامة. ألو أحمد، بعد سيارة مرسيدس تجيب الشيف لطفي من المطار بسرعة. لطفي طمني، شو أخبار الدورة؟ عال العال، الميدالية الذهبية بجدارة. عظيم، يعني بيضة فريقنا بالآخير. لك مو فريقنا اللي بيضة. مين لك؟ مين يعني؟ أنا. شلون أنت؟ ما فهمت عليك. فريقنا خسر كل المباريات وطلع الطشي، بس أنا اشتركت هنيك بمسابقة عالمية بالطبخ وأخذت الميدالية الذهبية. يعني صحيح خسرنا بالفوتبول بس ربحنا بالطبخ. المهم أنه رجعنا منتصرين. لك تركوني يا حاتم، حاتم صلي على النبي يا حاتم، قتلوا لو آخر يوم بعمري. لك أبي كمالي نبي صلي على النبي معي لو فتح يشوفها. لك بدي قتلوا إذا بتجتمع مثل إلهي. الله تركوني يا حاتم، فوتنا نحكي على رواقكم. تركوني لك خلاص. عادل عادل، عم قلك تردني بفوزي لك يا اخي. انت بدك تلعب؟ روح اعطيني السكي من ايدك. اعطيني يا اخي، اعطيني السكي من ايدك يا زلمه. اهدى، شو صار لك؟ معقول هذا خالد كان رفيق عمرك؟
خناقة صغيرة بيناتكم تساوي فيكم هيك؟ لك يا أمي طول بالك، كل شي بصير بالهداوة، يعني إذا قتلته كتير رح تنبسط؟ لك بدك يعني أكل كف قدام الناس هيك وأسكت؟ أقسم بالله من امبارح لهلأ ما دقت النوم ولا لحظة وأنا عم فكر بهالإهانة. لك شو هاد؟ لك أنا كيف بدي أظهر بين الناس بس قولوا لي؟ يعني أنت ما تذكرت من كل الخناقة غير الكف؟ ما تذكرت إنك نشرت عضو للزلمة قبل ما تاكل الكف منه؟ لك يا أمي أنتم من طول عمركم رفقات، وعيب هاللي عم تساووه، بقى هديلي حالك وانسى الموضوع الله يرضى عليك. أمي هو يلي بلش هو يلي بتحمل النتيجة. لك العمى لك العمى، معقولة أنا أكل كف قدام الناس كلها؟ لك ومن مين؟ من واحد حقير ما بيسوى فرنك. ما عم صدق يلي صار يا جماعة، صدقوني والله ما عم صدق يلي صار. هذا خالد، لكن خالد يلي كنت ساعده، خالد يلي كنت وقف معه، لك خالد يلي كنت ساوي خنايق من شانه. أمي أمي هذا خالد اللي أنا كنت أعطيه مصاري مصاري يا أمي. طيب بالأخير أنا أكل كف منه قدام العالم، معقولة؟ هو قليل شو كان عامل زمناته كرمالك؟ يعني الواحد بيحكي اللي له واللي عليه. يا اخي العشرة الطيبة ما بتهون الا على ابن الحرام، مزبوط ولا لا؟ هلا هيك؟ هلا كلياتكم وقفتوا معه ضدي؟ والله يا حاتم انا خالد كثير بحبه، ما بعرف ليش اتصرف. انا اللي بدي افهمه شو اللي وصلكم لهالمواصيل؟ لك شو اللي صار لكم؟ يا زلمة الناس ما كانوا يفتكروكم الا اخوات. امي اهدى الله يرضى عليك، ما عليك، انا هلا شوي يعني بروح بحكي معه بفهم منه. امي لا تجننيني، لك شو تروحي ما تروحي؟ هلا بفكر انا بعتك مشان صالحه، شو تروحي؟ طيب بلكي الزلمه بده يصالحك ومستحي. ليش مين قالكم انه بدي صالحه؟ قسما بالله العظيم اذا بعرف انه اجى على هالبيت رح اذبحه. لا وما بس هيك، امي كل شيء اللي بينه وبين اهله لازم ينتهي. وفي شغله تانية، اذا بعرف انه واحد منكم حكى معه او رد على تليفون رح احرق هذا البيت كله، مفهوم ولا لا؟ لك يا امي قلنا لك صلي على النبي وامسح وشك بالرحمن، الله يرضى عليك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ماما حاتم ما بدك تتعشى معنا؟ طيب قوم سهر معنا على الأقل. آخ هاي صار لي 3 أيام عم حاول أنسى وما عم بقدر. طيب كيف بدي انسى هيك إهانة؟ كيف؟ ايش وانا بلا كرامة؟ بس متمني اخبطه كف واحد، كف واحد ما ينسى بحياته. إيه بس انا كمان ما قصرت بحقه. يمكن هلأ مروق آخر رواق وعم يضحك ويلعب. هذا إذا ما كان عم يحكي للناس ويبيض مراجل على كتافي. لك يخرب بيتك شو حقير، لك يخرب بيتك شو حقير. هلا اول ما بيفتح الباب رح اقول له شرف معي شوي، ورح خليه يرجف رجف واقطع له قلبه كمان، رح خليه يشوف النار بعيوني. ها ولا ما في داعي لهالشي، رح اقدح وتطليعه ناريه وبعدين كف واحد ويلي بده يصير يصير. هذا اذا ما ركض قدامي وصالحني قبل ما اضربه، بس يا ريت يصالحني قبل ما اضربه، يا ريت يقول لي طول بالك وفوت لنحكي. حلو كتير، حلوة كتير العصاية، لأنه هلأ بس شافها معي رح يعرف إنه مالي جاي صالحه. حلو كتير. أخ إجيتي والله جابك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. خالد وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم الفاتحة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الله يرحمك يا حبيبي يا خالد، روح الله يسامحك دنيا وآخرة. الله يرحمك. ألو. مرحبا خالد. ايه عم احكي معك من الجنة. من وين؟ من الجنة، قصدي من سوبر ماركت الجنة الخضراء من عند ابو هاني، يعني انا قريب منك. بقى اذا لساتك زعلان مني لحتى روح بحال سبيلي، وإذا مالك زعلان جاي اشرب عندك كاسة شاي. معناتها موتة خالد كانت منام. كيفك حاتم؟ لك والله الشغلة مو مستاهلة. ها؟ صحيح غلطت أنا بس. لك بس شو؟ اللي اللي بس شو؟ هدي هدي لك لك لسه إلك وش تقابلني لك روق يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا عشنا وشفنا.